الخير واهلا بحضراتكم. حلقه جديده من 90 دقيقه. النهارده عندنا فيها مجموعه من الاخبار المختلفه والمتنوعه، سواء كانت سياسيه اقتصاديه واجتماعيه، وعندنا ايضا هيكون زياره لملفات مهمه، منها ما يتعلق باستقبال الرئيس السيسي للرئيس الصومالي النهارده حسن الشيخ محمود. عندنا كمان بعض الاخبار هنتابعها مع حضراتكم، ملفات كانت مفتوحه معانا في 90 دقيقه على مدار الاسبوع، منها نشوف ارتفاع ايضا في اسعار بعض السلع وجهود الدوله لاحتواء هذه المواقف، منها ما يتعلق ايضا بازمه البيض مؤخرا. نروح معاكم كمان للبورصه، وكمان البورصه السلعيه ومنصه الكترونيه ليها قد تساهم ايضا في خفض الاسعار وتحديد السعر بشكل عقلاني ومنضبط. عندنا ايضا مجموعه من الاخبار المهمه على الصعيد الخارجي، هنتابع ما يحدث في تونس النهارده، استفتاء على الدستور وايضا خطوه تاريخيه قد تغير المسار وتنهي ما سماه البعض بعشريه سوداء تحكم فيها الاخوان المسلمين في تونس وادوا بها الى ما ادى بها الحال الان من تراجع على بعض الملفات المهمه او عدم استقرار سياسي واقتصادي كما تابعنا على مدار السنوات الماضيه. كمان هيكون عندنا زياره للازمه الاوكرانيه، اتفاق اممي ايضا روسي اوكراني على استئناف مره اخرى صادرات السلع الاوكرانيه بالذات الحبوب عبر البحر الاسود بعد اخر هجوم ايضا كانت قامت به روسيا على ميناء اوديسا. ده قد يساهم ايضا بشكل كبير في احتواء الازمه وبدايه تراجع اسعار الحبوب عالميا، واحنا شفنا اهو بدايه تراجع شويه نسبي في اسعار القمح عالميا، وده كمان بعد زياره سيرجي لافاروف الى القاهره وزير الخارجيه الروسي اللي ايضا اكد على ضمان حصول مصر على ما تحتاجه من الحبوب واستمرار تدفق الصفقات المختلفه. يعني مجموعه مختلفه من الملفات المهمة. يلا نبدأ مع حضراتكم أول ملف وهو الملف الرئيسي. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اللي بيزور القاهرة، وحقيقة زيارة مهمة بتعكس اهتمام مصر بكل الدول العربية واهتمام مصر تحت قيادة الرئيس السيسي بدعم الصومال والوقوف إلى جانبه، خصوصا انه زي ما حضراتكم عارفين الصومال بيعاني منذ عقود من ايضا تحكم التيارات الاسلاميه ومن التيارات الاسلاميه العنيفه والمتطرفه، وطبعا كانوا ضحايا للارهاب لسنوات وعقود طويله وايضا تدخلات خارجيه. النهارده مصر بتؤكد مره اخرى على اهتمامها بكل الملفات العربيه من المحيط الى الخليج، واهتمامها بامتدادها الاقليمي شمالا وشرقا وغربا وجنوبا، طبعا منطقة القرن الإفريقي تمثل بعد وامتداد للأمن القومي المصري طبعا وأمن البحر الأحمر. خلينا نقول كمان أنه يعني هذه الزيارة كمان نتيجة اهتمام مصر أيضا، يمكن شفنا كمان زيارة الدكتور مصطفى مدبولي في مايو الماضي طبعا حينما كان يتم انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود لولاية أخرى في الصومال رغم صعوبة الموقف هناك. يعني حضرتك تتذكروا كان تم انتخاب الرئيس الصومالي في واحد من مطارات الصومال تحت رعاية وتشديد أمني مكثف، طبعا لطبيعة الظروف اللي حضراتكم عارفينها هناك من وجود تيارات متشددة كثيرة وطبعا جماعات إرهابية أدت بالصومال لعدم الاستقرار لسنوات طويلة. النهاردة مصر بتؤكد مرة أخرى اهتمامها بهذا الملف، واللي يمكن حاول البعض أنه يملأه يعني على مدار العقود الماضية، شفنا يعني محاولة للتواجد التركي والصيني والروسي وغيره. مصر بتؤكد أن الصومال دائما على ملف أولوياتنا ضمن ملفات القرن الإفريقي، ونتذكر كمان زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي المجاورة طبعا للصومال. إذن تتضح الرؤية المصرية دائما بالاهتمام بأبعادنا وأمننا القومي على كل المستويات. كمان الصومال ليها رأي وتواجدها مهم فيما يتعلق بملف الممرات الملاحية والنهرية وملف سد النهضة، والنهاردة كان تأكيد أيضا الرئيس السيسي والرئيس الصومالي على ضمان التنمية المشتركة وعدم التعدي على حقوق الآخرين. فالنهارده بنتطلع لهذه الزياره بشكل مهم جدا. خلونا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير
ونتابع معاكم كمان أبعاد هذا الملف المختلفة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس حسن شيخ محمود رئيس الصومال، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعصف السلامين الوطنيين. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة عقبتها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بأخيه الرئيس حسن شيخ محمود في بلده الثاني مصر، معربا عن تقديره للعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين والحرص على ترسيخ التعاون المشترك بينهما في شتى المجالات. من جانبه أعرب الرئيس حسن شيخ محمود عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر، خاصة في ضوء الدور المحوري الذي تطلع به مصر إقليميا على صعيد صون السلم والأمن، مؤكدا حرص الصومال على تطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات. وفي ختام المباحثات عقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً مشتركاً شددا خلاله على المواقف المتطابقة للبلدين إزاء العديد من القضايا السياسية والأمنية التي تهم الدولتين وتشغل القارة في الوقت الراهن. الحقيقة رسائل كثيرة ومهمة كانت في لقاء الرئيس السيسي ونظيره الصومالي، ومنها على سبيل المثال تأكيد الرئيس السيسي أن مصر تدعم الصومال لتعزيز السلم والأمن والقضاء على الإرهاب. إشارته كمان إلى أن مصر كانت في طليعة الدول التي اعترفت باستقلال الصومال، وأن مصر تذكر أيضا بكل فخر شهدائها الذين دفعوا حياتهم ثمن الحفاظ على استقلال الصومال. وبنشهد هنا يعني تذكر مع بعض الشهيد كمال الدين صلاح اللي كان ضمن المجلس الاستشاري اللي تم تعيينه من الأمم المتحدة في أول عملية بعد استقلال الصومال اللي دعمته مصر أيضا بقوة سنة 1960. كمان بنتذكر الدور المصري التاريخي في العملية التعليمية في الصومال، عشرات من المدرسين المصريين اللي كانوا بيعملوا في الصومال في فترات مختلفة، وكان دائما الصومال محط لكثير من المدرسين المصريين والخبراء في العملية التعليمية اللي ساعدوها على مدار سنوات. كمان الرئيس الصومالي أكد امتنانه للدعم المصري الكبير اللي بتقدمه مصر للصومال لاستعادة المسار الصحيح، وأعرب كمان عن افتخاره بوجوده اليوم في مصر. وهو كمان في طليعة جولة مختلفة هيقوم بها الرئيس الصومالي بدأها من القاهرة، هو كمان بيسعى لخروج الصومال من كبوته وسياسة تصفير الأزمات اللي كان بتعاني، حتى أيضا تخرج الصومال من ملف يعني أو ملفات مختلفة سببت أزمات على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وبالتالي هنا يأتي دور القاهرة كالشقيقة الكبرى الداعمة دايما لقضايا العرب من المحيط الخليج، ومنها طبعا الصومال والقرن الإفريقي. نشوف أيضا بعض ما جاء من أيضا رسائل في المؤتمر الصحفي للزعيمين النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أتقدم إليكم بالتهنئة فخامة الرئيس لتوليك رئاسة جمهورية الصومال الفيدرالية في خطوة مهمة على صعيد تعزيز الاستقرار بالصومال، متمنياً لفخامتك التوفيق والنجاح في قيادة مسيرة الصومال الجديد، تلك الدولة العربية الإفريقية الشقيقة
التي تمثل أهمية محورية في منطقة القرن الإفريقي. فخامة الرئيس، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم اليوم في بلدكم الثاني مصر في زيارة تعبر عن عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين بلدينا، حيث كانت مصر في طليعة الدول التي اعترفت باستقلال الصومال عام 1960، وظلت على عهدها في مسادات الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق. ولا نزال نذكر بكل فخر شهداء مصر الذين دفعوا حياتهم ثمنا لحصول الصومال على استقلاله والحفاظ على وحدة أراضيه. لقد عكست محادثات اليوم مع فخامة الرئيس حسن الشيخ محمود مدى تقارب وجهات النظر بيننا حول العديد من الملفات والموضوعات الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث استعرضنا كافة أوجه التعاون القائمة بين البلدين وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات الثنائية السياسية الممتدة بين بلدينا. لقد تابعنا خلال المشاورات التقدم المحرز في مشروعات التعاون الثنائي بين بلدينا، واتفقنا على أهمية العمل المشترك لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في الصومال وجهود افتتاح فرع بنك مصر التي تكللت بالنجاح في مستهل شهر يوليو الجاري من خلال منح البنك المركزي الصومالي رخصة التشغيل النهائية لبنك مصر، والذي نتطلع إلى أن يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التواجد التجاري والاستثمار المصري في الصومال بما يحقق مصالح الجانبين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال توفير التدريب اللازم لبناء قدرات الكوادر الصومالية في مختلف المجالات. كما تطرقنا إلى تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي وتوافقنا حول خطورة السياسات الأحادية عند القيام بمشروعات على الأنهار الدولية وحتمية الالتزام بمبدأ التعاون والتشاور المسبق بين الدول المشاطئة لضمان عدم التسبب في ضرر لأي منها، وذلك اتساقا مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، ومن ثم ضرورة التوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل هذا السد، استنادا إلى البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في سبتمبر 2021 حفاظا على الأمن والاستقرار الإقليمي. كما تبادلنا وجهات النظر والرؤى حول مجمل الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي والتي حظيت بأولوية كبيرة خلال مناقشتنا اليوم، واتفقت إرادتنا السياسية على نحو العمل معا على ترسيخ الأمن والاستقرار في تلك المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من قارتنا، إضافة إلى تكثيف التعاون والتنسيق بين مصر والصومال فيما يتصل بأمن البحر الأحمر. وعدنا التأكيد على مسؤولية الدول المشاطئة عن صياغة كافة السياسات الخاصة بذلك الممر المائي بالغ الحيوية من منظور متكامل يأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والأمنية. السادة الحضور، لقد تميزت العلاقات المصرية الصومالية بتعدد الروافد في إطار من المصالح المشتركة، وتؤكد مصر دوما على دعمها للجهود الصومالية لتعزيز السلم والأمن في الصومال والقضاء على الإرهاب، سعيا لتحقيق التنمية المنشودة في هذا البلد الشقيق، ومن أجل تخطي التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي نحو مستقبل أفضل يفضي إلى عودة الصومال ليتبوأ موقعه كعضو فاعل مؤثر في منطقة القرن الإفريقي وعلى المستويين العربي والقاري. أخي فخامة الرئيس حسن الشيخ محمود، أعرب لكم مجددا عن سعادتي بتشريفكم الكريم وتقديري لمباحثتنا البناءة اليوم التي أكدت حرصنا المتبادل على دفع التعاون الثنائي بين بلدينا تحقيقا لمصالحنا المشتركة، متمنيا لكم والشعب الصومال الشقيق مزيدا من التقدم والاستقرار. شكرا. فضل فخامة الرئيس. يعني تابعنا مع حضراتكم ايضا جزء من كلمة الرئيس السيسي النهارده. خلونا نشوف بقى بعيون الخبراء والمحللين هذه الزيارة وابعادها المختلفة. هنستقبل معاكم عبر الهاتف الدكتور حامد فارس الخبير في العلاقات الدولية والشؤون العربية. اهلا بك يا فندم، منورنا.
اهلا بيك يا استاذ حسام، وسعيد بوجودي معك. اهلا بحضرتك. يعني زياره رئيس الصومال اليوم وهي الحقيقه يعني بعد جهد دبلوماسي كبير ومطول شهدته القاهره في الفتره الماضيه، القاهره بتؤكد مره اخرى على احتفاظها بكل اطراف وابعاد الازمات العربيه والقضايا العربيه المختلفه حتى لو في منطقه شائكه زي القرن الافريقي. قراءه حضرتك النهارده لهذه الزياره وما الذي تريده الصومال وتطلع اليه من القاهره؟ طبعا احنا لو لابد ان نلقي نظره في البدايه على العلاقات المصريه الصوماليه، هي دائما وابدا هي علاقات بتتسم بالقوه والمتانه، هي علاقات تاريخيه، يعني هي منذ عهد الفراعنه ويعني علاقات قويه جدا. بلاد يعني بونت. ايوه بالظبط كده، بلاد بونت اللي كان حتشبسوت بتبعت ليها البعثات، ده حقيقي. وكان يعني كل منتجات المنطقه كانت بتاتي من هذه المنطقه تحديدا، وبالتالي ولكن العصر الحديث يعني منذ العام 1960 ومنذ الاستقلال كانت مصر من اوائل الدول اللي استقلت عن اللي اعلنت واعترفت باستقلال الصومال، وكانت من اوائل الدول الداعمه للموقف الصومالي. وطبعا يعني في موقف وشهيد مصري سالت دماؤه على الارض الصوماليه، ويعني كمال الدين صلاح وتقدير معالي السفير طبعا كمال الدين صلاح اللي هو كان مندوب الامم المتحده لدى الصومال، وده دفع ثمنه وحياته فداء لاستقلال الصومال. وطبعا يعني كما يعلم الخاص والداني ان الصومال هي دوله محوريه رئيسيه في منطقه القرن الافريقي باعتبارها هي البوابه الجنوبيه للبحر الاحمر و قناة السويس، ولها أهمية جيوسياسية كبيرة، وبالتالي الدولة المصرية تولي اهتمام كبير جدا للعلاقات الصومالية على وجه خاص، وأيضا العلاقات الأفريقية بشكل عام. يعني العلاقات المصرية في عهد الرئيس السيسي تحولت يا أستاذ حسام من القاع إلى القمة، يعني علاقات قوية ورسخة. استعادت العلاقات المصرية الأفريقية يعني من خلال العمل على تطوير التعاون مع الأشقاء الأفارقة على كافة الصعد والمستويات، يعني باعتبار أن هناك أمن قومي مشترك ما بين مصر والصومال تحديدا وغيرها من الدول العربية والأفريقية. كمان احنا يمكن كنا شاهدنا في متابع للشأن يعني في القرن الإفريقي، وحضرتك طبعا خبير وتصحح لنا، يعني كان في محاولات لملء الفراغ العربي في الصومال، كان محاولات للتواجد التركي الروسي الصيني. النهارده القاهره بتؤكد انه كل خيوط المنطقه لابد ان تعبر عن طريق القاهره، ولابد ان يكون للقاهره كلمه فيها. فقراءه حضرتك ايضا ايه لهذه الزاويه؟ يعني سؤال مهم جدا وواقعي وسليم، لان فعلا في محاولات مستميته لملء الفراغ الذي تركته بعد القوى الاقليميه ونتيجه التشاحن الداخلي وحاله الانسداد السياسي اللي بتمر بها الكثير من الدول العربيه. يعني بتستخدم الدول التي لها مصالح خاصه في هذه الدول بعض الجماعات المتطرفه في محاوله تقسيم والعمل على استقطاب هذه القوى لتحقيق مصالحهم في الداخل. ولكن الدولة المصرية وحالة الزخم العربي الكبير الذي شاهده الشهر الماضي، وهذا الشهر يعني احنا لما بنتكلم في شهر 6 شاهدنا اربع رؤساء دول وحكومات تأتي الى القاهرة، وايضا انتقال فخامة الرئيس السيسي الى سلطنة عمان والبحرين، يعني وشاهدنا بعد ذلك القمة العربية الأمريكية بمشاركة أو القمة الخليجية الأمريكية بمشاركة مصر والأردن والعراق. كل هذا الزخم يؤكد على أن القاهرة هي عاصمة القرار وأصبحت تملأ الفراغ الآن من خلال عودة الصومال مرة أخرى إلى حضنها العربي والقضاء على التنظيمات المسلحة. جميل جدا. أنا هستأذنك كمان يعني أخذ سؤال آخر من حضرتك بعد هذا الفاصل، نروح بقى نشوف كمان محددات السياسة الخارجية المصرية تجاه الصومال، وكيف تنظر مصر للصومال الآن كاعتبار امتداد للقرن الأفريقي، وهنستمع أيضا برضو لبعض ما جاء في كلمة الرئيس الصومالي لأن فيها أيضا بعض النقاط الهامة.
استاذنك تظل معانا، نذهب لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معنا في 90 دقيقة. أهلا بحضراتكم مرة تانية في 90 دقيقة. سمعنا قبل الفاصل كمان لكلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي، وتعرفنا شوية على الرؤية التحليلية لهذه الزيارة. خلونا كمان نشوف أهم الرسائل اللي جات في كلمة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. Your Excellency عبد الفتاح السيسي، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب المعالي السيدات والسادة، أنه لشرف كبير لي ولوفد بلادي أن نتواجد هنا في مصر اليوم. إنني ممتن امتنانا كبيرا لحفاوة الاستقبال الذي حظيت به وحظى به وفدي في هذا البلد العظيم. سيدي الرئيس، لن أتحدث كثيرا عن العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والصومال على مدار القرون الماضية، ولكن التاريخ الحديث في مصر بدء والذي دعمته مصر بدءا من التاريخ الحديث بدءا من الحرب العالمية الثانية ودعم جهود مصر للصومال في هذا الصدد، فإن كذلك المصريون قد دفعوا حياتهم ثمنا للصومال ومساندتها للحصول على استقلالية وتصبح بلدا مستقلا. فإننا نتذكر كذلك الدور الذي قام به الرئيس السابق في قيادة الصراع من أجل الاستقلال. مصر والصومال كان يرتبطان ارتباطا عميقا في كل المجالات الممكنة، الاقتصادية والأمنية، وكذلك في تقديم الخدمات الاجتماعية. ولا زال هناك مدارس قد شهدتها مصر في مقديشو وفي الصومال وفي مناطق أخرى في الصومال، وهناك كذلك رموزا لازال هناك رموزا تدل على علاقتنا هناك. فإن الصومال الصعبة والمشكلة التي تواجهها على مدار العقود الثلاث الماضية وعلى مدار 30 عاما الماضية كانت مصر معنا لكي تكفل عودتنا إلى لتبوء موقعنا الصحيح في هذا المجال. لا يوجد وقت أفضل من اليوم لاستعادة هذه المكانة. سيدي الرئيس، أنني ممتن للدعم الكبير المقدم لنا فيما يخص الأمن والخدمات الاجتماعية واستعداد مصر لدعم مصر ومواصلة الجهود والدعم الذي نقدمه والذي نتلقاه من مصر هو دعم من القلب ودعم يرتبط بالعلاقات التاريخية بيننا، والدعم كما ذكرت سيادتكم يساعد على تحقيق المصالح المشتركة في المنطقة وفي باقي أنحاء العالم. إنني ممتن كثيرا لهذا الدعم. الصومال سوف يسهم من جانبه في هذا المستقبل المتميز لبلدنا إن شاء الله. ومرة أخرى لا أستطيع أن أقول أكثر مما ذكرت، وأنني كذلك ممتن لإسهام مصر في إعادة بناء الصومال. شكرا سيدي الرئيس، وشكرا للشعب المصري على هذا الدعم المستدام لحقوق الصومال. شكرا سيدي الرئيس. يعني كلمة أيضا بتنم عن الود في العلاقات ما بين مصر والصومال، والتاريخ ممتد مش بس لسنوات أو عقود لكن لقرون. دور المصري دور كبير دائما في منطقة القرن الإفريقي، متذكر كمان دور الزعيم جمال عبد الناصر، وكما ذكرنا أيضا دور المصري في تحرير الصومال من الاستعمار وتحديد الاستعمار الإيطالي، شهيد كمال الدين صلاح أو الشهداء الدبلوماسية المصرية في الخارج اللي دفع حياته أيضا ثمنا لمحبته للصومال ورغبته في وضع كمان خطة اقتصادية للخروج بالصومال من براثن الفقر، وده اللي أكد عليه كمان الرئيس الصومالي النهاردة.
نروح من بقى لملفاتنا الداخلية. الدكتور مصطفى مدبولي النهاردة رئيس مجلس الوزراء تابع سير العمل بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، وكان بيرافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد كمان من المسؤولين. خلال الزيارة أكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع، خاصة كمان إنهاء أعمال التنسيق العام بالموقع مع المعماري المخطط ليه. طبعا لأن المنطقة زي ما حضراتكم عارفين ليها طابع وأهمية تاريخية خاصة، وضمن خطة الدولة كمان للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة القاهرة وقيمتها كوجهة سياحية وثقافية مميزة. وده كمان مشروع تطوير القاهرة التاريخية الحقيقة اللي بيجري الآن على قدم وساق، وبنشوف كمان ده امتداد لتطوير منطقة الفسطاط التاريخية، منطقة سور مجرى العيون أيضا بعد تطوير السور وبعد طبعا نقل المدابغ، ودلوقتي بتعمل عمارات سكنية على نسق تاريخي ومعماري كمان يناسب للمنطقة. تحول كبير في هذه المنطقة الحقيقة، وواحد من أهم المشروعات اللي هتعيد القيمة التاريخية الكبيرة للعاصمة. خلونا نستقبل حضراتكم الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية. أهلا بك يا فندم، منورنا في 90 دقيقة. أهلا بحضرتك فندم. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. يعني شايفين أهو ملامح بدأت تبان لمنطقة سور مجرى العيون بعد التطوير، وشفنا كده ملامح لعمارات جميلة وبتراعي النسق التاريخي. لو حضرتك تقول لنا احنا وقفنا فين بقى في هذا المشروع إن شاء الله. هو المشروع بيتكون من مكونين أساسيين، في مكون العمارات السكنية حوالي 79 عمارة، وهي المكون الثاني هو المول التجاري. هو مش مول فقط، هو بيضم مجموعة استعمالات تراثية وثقافية زي مسرح وسينما وفندق، فده المكون الثاني. احنا تقريبا يعني تم الانتهاء من الاعمال الخرسانيه لجميع العمارات وترصيد الواجهات، وجاري الانتهاء من ان شاء الله خلال شهرين بيتم الانتهاء من كامل العمارات السكنيه. نفس الكلام بالنسبه للمبنى التجاري، خلال برضو من شهرين لثلاثه هيكون تم الانتهاء من الاعمال التنفيذيه للمبنى بالكامل. جميل. هو عدد العمارات دي تقريبا 73 عمارة، الإجمالي عدد العمارات 79 عمارة. هيعود إليها برضو بعض من أهل المنطقة مرة أخرى؟ لا، النوع ده من التطوير ده مختلف. احنا في عندنا نموذج روضة السيدة، ده نموذج المناطق اللي بنزلها ويعاد سكانها في المنطقة مرة أخرى. نموذج جميل. في نموذج تاني اللي هي المنطقة سكانها ما ينفعش نبني في مكانها سكن، يعني مثلا زي المنطقة اللي حوالين الأهرامات اللي هي نزلة السمان دي، ما تقدرش تبني حضرتك فيها مناطق سكنية لأن هي منطقة خلاص تراثية، منطقة تراثية، وبالتالي السكان بيروحوا لمنطقة تانية بنسميها السكن البديل زي الأسمرات والأهالينا والخيال وخدف. طيب مجرى العيون بقى اللي هي مشروع اليوم ده نمط ثالث، اللي هي منطقة لها قيمة. ليه السكان ما يرجعوش في المنطقة اللي احنا بنتكلم عليها دي؟ لكذا سبب. السبب الأولاني ان الأراضي دي أراضي أملاك دولة، وكانت السكان المقيمين فيها وضع يعني. السبب التاني ان المنطقة دي كانت منطقة اقتصادية صناعية، يعني كانت منطقة للمدابر واتنقلت كلها خلاص بتهيألي بالظبط، كانت لازم تتنقل بسكانها في منطقة خارج أطراف القاهرة، فتنقل في مدينة بدر. مفهوم. والعمارات كمان احنا بنشوف ونتابع يعني ليها طابع فندي ومعماري جميل، مشربيات والتنسق كمان بطابع إسلامي. ده طبعا هيتكامل مع منطقة الفسطاط ومنطقة مصر القديمة التاريخية بالكامل. بالظبط، لأن هو الموقع ده هو يعتبر جزء من القاهرة التاريخية، أو تحديدا قاهرة الفسطاط، وبالتالي لازم النمط العمراني الجديد المقترح بيتماشى مع الطبيعة التاريخية والتراثية للمنطقة، وعشان كده زي ما حضرتك تفضلت
سواء كانت العمارات السكنيه او المبنى الاداري التجاري كلها بتحاول ان هي تاخد مفردات العماره الاسلاميه عشان تتماشى مع قيمه المكان وبتتكامل يتكامل بقى المشروع ده مع مشروع تلال الفسطاط ومشروع بحيرة عين السيرة او حديقه متحف الحضارات. جميل. ده انا كنت بعدي قريب كده قدام كمان المنطقه بتاعت بحيره عين السيره وبدا كمان المتحف يبان بشكل احلى من على بعد لانه المنطقه واللي حواليها تم ازالته والملاهي القديمه والحاجات دي فيعني المنطقه بدا يبان لها ملامح جميله اهو. بالظبط وهو ده الغرض، الغرض ان احنا بنرتقي بوسط القاهره ده الغرض، انما طبعا في غرض اهم من كده ان احنا القاهره كانت يعني نصيبها من رحله السائح الاجنبي لا يتعدى ساعات. بالظبط. ان ما كانش فيه، كانت اغلب المناطق مهمله وكانت طبعا بيتم لكن دي مناطق بقى ممكن يبقى تمشوا فيها، احنا شايف حدائق كمان في وسط العمارات التاريخيه والسور كمان ومراكز ثقافيه بتتعمل اعتقد زي ما باين في الفيديو فده هيتيح لنا فرصه جميله للتمشيه في القاهره القديمه يعني لساعات حتى. بالظبط، هي هتبقى انشطه مختلفه، في منها حدائق واللي هتتكامل زي ما حضرتك تفضلت مع حدائق الفسطاط، وفي منها بقى المبنى التجاري اللي احنا بنقول عليه ده هيبقى فيه مسرح مكشوف وهيبقى فيه دور سينما واسواق تجاريه وبازارات اللي هي الاسواق التراثيه هي زي الاسواق التقليديه اللي تتماشى مع قيمه المنطقه الاسلاميه. شكرا جزيلا، بشكر حضرتك الدكتور عبد الخالق ابراهيم مساعد وزير الاسكان للشؤون الفنيه. حاجه جميله اهو بنتابع مع حضراتكم تشطيب على اعلى مستوى مراعاه للشكل الجمالي والطابع المعماري للمدينه، هيكون في اسواق تاريخيه بازارات مولات بنسق برضو يحافظ على المكان، ده كله هيتكامل ضمن مشروع القاهرة التاريخية وتحديدا مشروع تطوير مصر القديمة. طيب هنروح بقى لخبر آخر، واحدة من الأخبار المهمة اللي توقفت عندها اليوم هو أنه بداية من الشهر القادم هيبدأ التداول في البورصة المصرية للسرع الاستراتيجية عبر منصة إلكترونية، وده هيكون إلى حد ما لي أثر في توريد السلع الأساسية زي القمح والزيوت والرز والدواجن والمجمدات وطبعا مجموعة مختلفة من السلع الأخرى زي الذهب القطن، ده ممكن يؤدي بشكل كبير إلى ضبط الأسعار لأنه ده هتكون مسعرة على منصة إلكترونية وبالتالي قد يساهم بشكل أو بآخر في إن طبعا عدم الزيادات المفرطة اللي بتحصل أحيانا في الأسعار وانه ما حدش يشطح لوحده لانه السعر هيبقى موجود قدام الناس كلها. في الوقت نفسه بتستمر وزاره التموين والتجاره الداخليه في توفير برضو منتجات اللحوم الدواجن والمنافذ الغذائيه المختلفه، هتطرح طبعا فيها السلع باسعار مناسبه وباسعار مخفضه تصل ل 20%. فخبرين مهمين بيتكاملوا مع بعض. خلونا ناخد مع حضراتكم دكتور عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجاره الداخليه. اهلا بك يا دكتور منورا. اهلا، مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على مشاهدينا الكرام، ومصر دايما في امن واستقرار وخير ورخاء وازدهار. طيب احنا عايزين نسال حضرتك عن ما يتعلق بالمنصه الالكترونيه للسلع الاستراتيجيه، لو حضرتك ايضا عندك خلفيه توضحها لنا بشكل وتاثيره ايه كمان على اسعار السلع، هل ممكن نشوف خفض في الاسعار يعني؟ انا طب يعني سريعا كده اوضح لحضرتك بس عشان يبقى في شفافيه ان المنصه دي خاصه بجهاز تنميه التجاره عند الدكتور عشماوي، ولكن انا اقول بصراحه هي تساهم في النهارده يبقى زي البورصه ان السعر يبقى على المنصه الرقميه في متناول جميع انحاء الجمهوريه وهتدي اتزان الاسعار، يعني ما بقاش حد زي ما قلت حضرتك يشطح السعر هنا وهناك، زي السعر الاسترشادي هتساهم في تخفيض الاسعار والاستقرار في السوق المصري. النهارده من الناحيه الثانيه احنا كوزاره التموين دلوقتي طبعا زي ما حضرتك اشرت الجزء الثاني ان بيتم ضخ كميات كبيره جدا من السلع الاستراتيجيه في المجمعات الاستهلاكيه، يمكن من خلال توجيهات القياده السياسيه يمكن من شهر رمضان ومعارض اهل رمضان ثم عيد الاضحى المبارك ثم الى هذا الوقت مستمرين في طرح السلع الاستراتيجيه في المجمعات الاستهلاكيه التي تمثل في 1300 منفذ على مستوى الجمهوريه سواء في شمال اقصى الصعيد
الشركه المصريه لتجاره الجمله او وجه بحري الشركه العامه او النيل والغرام في القاهره او اسكندريه في اسكندريه. عايز اقول النهارده احنا بنتابع من خلال يعني محورين كبيرين جدا. المحور الاولاني وده محور الحاجه الحديثه النهارده في السوق انك تعمل اتاحه للسلع، توفر للسلع، زياده المنافس، المبادرات، الاسواق المتنقله، السيارات الاكثر احتياجا والاماكن الاكثر احتياجا والاماكن الاكثر احتياجا، دي بتعمل اتزان في الاسواق ورمان في الاتزان، ليس هدف المنافس الحكوميه الربح ولكن هو اتزان وتوفر السلع، وده المحور الرئيسي في توفر السلع على مدار هذه السنين الفترات فقط رغم التضخم ورغم الظروف العالميه والنولون والوقود وحرب روسيا واوكرانيا، الا ان مصر نجحت نجاح باهر في توفر السلع والاتاحه الكامله للسلع الاستراتيجيه او السلع المزيه بكامل ايقاعها. النهارده القياده السياسيه اللي عامله دعم واعتمادات مفتوحه للمخزون الاستراتيجي وتوفرها على المدى البعيد لاكثر من 6 شهور عمل اتاحه للسلع. النهارده المنافس زي ما حضرتك قلت لك وزاره الدفاع، وزاره الداخليه بمنافسها، وزاره الزراعه، وزاره التمويل بمنافسها، فهدى اللي خلي المواطن بقى عنده ثقه في المنافس الحكوميه وبيشتري بالسعر المناسب وفي متاح. ما فيش مواطن راح بيشتري سلعه بقول له خد 2 أو 3، الكميه متاحه ومع ذلك لازم نرشد الاستهلاك ولكن الكميه متاحه، في ده دليل على ان في توفر في السلع على مدار الوقت. اللي عاوز اقول المحور الثاني هو محور الرقابه، زي ما قلت حضرتك اللي هيبقى فيه بورصه سلعيه برضه هتساهم، ومحور الرقابه اللي هو من خلال القرار 330. يعني البورصه السلعيه دي ممكن اي مواطن يخش يعني على المنصه يشوف يعني السعر النهارده بكام وكده؟ طبعا الصبح هتصبح تلاقيها على المنصه، ولو تغير السعر العالمي بيتغير ايضا مع البورصه، بيتغير يوميا لان دي بورصه سلعيه يوميه، فهتساهم في ضبط الاسعار وعدم يعني انه زي ما قلت كده حضرتك التنافس وعدم واحد يحط بسعر النهارده زي ما شفنا. وهنضرب مثال النهارده البيض اللي بعض الناس وصل 70 و80 جنيه، لما دخلنا الدوله بقى لها 3 أيام متدخله من خلال وزاره التموين والشركه القابضه للصناعات الغذائيه مع اتحاد منتجي الدواجن مع وزاره الزراعه وزاره الدفاع، النهارده تم طرح 20,000 كرتون بيض من خلال منافذ وزاره التموين و25,000 من خلال منافذ وزاره الزراعه انتاج وزاره الزراعه باسعار من كان عندنا الخبر ده كنا هناخده بعد شويه. طب كنا بنتابعه من امبارح انه البيض وصل 80 جنيه. لا النهارده البيض نزل امبارح 4 جنيه ونزل النهارده 2 جنيه وهينزل خلال الفتره دي نتيجه اليه الدوله وزراعها. طب انتوا عندكم في وزاره التموين زي وزاره الزراعه الكرتونه 62 جنيه للبيض الابيض و64 جنيه للاحمر. للاحمر وطبعا انا اقول لك بيرتفق برضه 2 جنيه فوق او تحت حسب الوزن، لان انت عارف ان طبق فيه 1000 طن كيلو ونص وطبق وصل ل 1800 وفي كيلو وصل ل 2، فطبعا يعني الاختلافات بسيطه جدا جدا على حضرتك النقل والتداول والكلام ده كله، انت عارف البيض مفهوم الكسر والتنائل. فطبعا النهارده انا بقول لك ده سعر النهارده ومن المحتمل خلال ايام بسيطه جدا في نزول ثاني ان شاء الله، لان بقول لك الدوله متدخله باليه كثيره عن طريق طرح كميات كبيره من البيض النهارده. الدواجن النهارده انت شفت حضرتك سعر الدواجن في المزرعه النهارده بالسوق بتتراوح من 35 ل 36، فعاوز اقول ان الدوله متدخله بطريقه واليه كبيره جدا لضبط الاسعار من خلال الرقابه على الاسواق من خلال القرار 330 اللي بيحدد سعر البيع من المصدر او من المستورد او من المصنع. النهارده بنقدر نراقب السوق كويس جدا، نقدر بنوفر السلع من خلال منافذنا، فاللي عنده بيض هيبيعه بسعر عالي في الجو الحر ده لن يتحمل مده الترسيم، فطبعا زي ما بيقولوا نخليها بالبلدي كده هيخسر الجلد والسقط، لان البيض سريع الفساد والجو حر يعني كده فهيضطر يبيع بسرعه برضو. تمام. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا باشمهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجاره الداخليه، شكرا جزيلا. طيب نروح معاكم بقى لملف اخر، وملف كمان بيعكس دور مصر من خلال وزاره الاوقاف على الصعيد الاسلامي، والنهارده بنشوف كمان ختام لدوره علماء الهند وتكريم الأئمة والوعظات المشاركين كمان في بعثة الحج، وتم تكريم كمان الأئمة والوعظين المشاركين على كل المختلفات، سواء كمان في دورة الأوقاف اللي بيشارك فيها علماء الهند طبعا بيتم تدريبهم وتحديث كمان العلوم الخاصة
بالفقه والشريعة وغيره. كان مشارك كتير من علماء الهند، وجهوا الشكر كمان للقيادة السياسية ولوزارة الأوقاف المصرية. هنشوف تقرير موسع عن الموضوع ده دلوقتي. بوزارة الأوقاف وبحضور الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، تم تكريم العلماء من دولة الهند الذين حضروا دورة تدريبية في القاهرة إلى جانب أئمة وواعظين مصريين آخرين، انطلاقا من دور وزارة الأوقاف المصرية لنشر الفكر الوسطي والحث على رسالة الإسلام السامحة. في ظل دعم سيادة الرئيس للخطاب الديني الوسطي المستنير، انطلقنا بقوة في مجالات التدريب، سواء للأئمة والواعظات من داخل جمهورية مصر العربية أم للأئمة والواعظات واليوم لأساتذة الجامعات من مختلف دول العالم. هذا وفد شديد التميز، هو من أساتذة الجامعات، من كبار العلماء والمفكرين والأئمة بدولة الهند، بينهم 7 عمداء كليات، وسمعتم أحدهم وهو يقول أننا سننقل هذه التجارب الوسطية وهذه المناهج وكتب الأوقاف وإصدارات الأوقاف وننشرها بكثافة في بلادنا ونعتمدها في مناهجنا. الحقيقة ده شيء نسعد به، وده جزء من رسالتنا. فعندما ينتشر الفكر الوسطي ونحارب الغلو والتطرف والتشدد في أي مكان في العالم، بينعكس، لأن الإرهاب والفكر المتشدد أصبح عابل للقضاءات، عابل للحدود. فهذا ضلنا، وزي ما أنتوا تابعتوا كمان، إحنا مش هنكتفي بده، هنعمل اليوم دورات عن بعد لنواصل التواصل معه. وقد استفدنا من هذه الدورة كثيرة، وولينا بهذه الدورة جسرا علميا بين الهند وبين جمهورية مصر العربية. ونشكر بالشكر الجزيل إلى فخامة الرئيس على هذه المجهودات الجبارة وعلى هذه النهضة وعلى بناء هذه الجمهورية الجديدة التي رأيناها بأم أعيننا متجسدة بأعماله المتطورة، فجزاه الله خير الجزاء. إلى جانب هؤلاء العلماء المكرمين من دولة الهند، كرم الدكتور محمد مختار جمعة السيدات والسادة المرافقين والمرافقات لبعثات الحج المصرية عن العام الحالي، وذلك لما قدموه من جهد كبير من أجل معاونة الحجاج المصريين في تأدية فريضتهم بسهولة ويسر وبالطريقة السليمة والصحيحة. الحقيقة مجموعة من الأئمة والواعظات الحقيقة أدوا أداء، وكان على أدائهم شكر كبير من الناس ومن بعض النواب اللي كانوا حاضرين ووصلتني هذه الرسالات، فكان بالطبيعي ان احنا بنشكرهم. متعة تانية خالص انك انت تشتغل في توعية هؤلاء الناس عشان يحافظوا على حجتهم وعشان يعملوا الحجة بمناسك مظبوطة. هذا التكريم وسام على صدري شخصيا، لان معالي وزير الأوقاف الحقيقة فتح لنا يعني مجالات وأفاق كثيرة جدا. كل الشكر، كل التقدير لمعالي وزير الأوقاف انه طلع الواعظات بالطريقة ديت وأظهرنا بالمكانة دي. حتى كان بيأكد علينا قبل السفر إن إحنا نتعامل بالمنهج الوسطي، والحمد لله رب العالمين. دور لا تغفل عنه وزارة الأوقاف وتؤكده دائما، وهو نشر سماحة الإسلام من خلال دورات تدريبية للمتدربين من مختلف دول العالم غير المتحدثين باللغة العربية، وأيضا لحثهم على حفظ الأمن في بلادهم ليعم السلام على العالم أجمع. عبد الرحمن داود، 90 دقيقة، قناة المحور. أنا بحرككم مرة تانية. هنتابع معاكم طبعا ملف آخر مهم، هو وزارة التعليم العالي ومكاتب التنسيق للقبول بالجامعات وموقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل طلاب الثانوية العامة لرغبات كمان أداء الاختبارات المتعلقة باختبارات القدرات بالنسبة للكليات طبعا اللي هي بتشترط القبول طبعا غير المجموع، اجتياز كمان إيه اختبارات القدرات. وكمان تم إدراج 10 كليات تكنولوجية كمان وجامعات تكنولوجية ممكن تكون من خلال التنسيق. فخلونا نفهم أكتر من الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أهلا بك يا دكتور، نورنا. أهلا بحضرتك. تحياتي لحضرتك وكل السادة. أهلا بحضرتك. يعني إيه الجديد المتعلق بالتنسيق هذا العام؟ وكمان سمعنا انه في تم اضافه جامعات جديده خاصه الجامعات التكنولوجيه.
يعني خلينا أوضح لحضرتك أهم ما يأتي به هذا العام على مستوى التنسيق بكل أنواعه للجامعات والمعاهد. هذا العام هو المسارات التعليمية المهمة الجديدة التي تنضم لمنظومة تنسيق الجامعات والمعاهد. زي ما حضرتك أشرت في الخبر، عندنا 10 جامعات تكنولوجية، 3 منها جامعات بدأت منذ عامين، ويضم 7 جامعات جديدة هذا العام بإجمالي 10 جامعات تكنولوجية. وده الحقيقة مسار معاصر ومهم جدا في التعليم الفني والتقني، بيحصل من خلاله الطالب على بكالوريوس تكنولوجي، وأيضا يمكن أنه يكمل طريقه في الحصول على الماجستير والدكتوراه في ذات التخصص. وده بينقل التعليم الفني والتقني في مصر نقل نوعية. وهذه جامعة تكنولوجية الحقيقة داخلة معنا في منظومة اختبارات القدرات. أيضا من المسارات المهمة الأخرى في تنسيق هذا العام، هينضم لنا مجموعة جديدة من الجامعات الأهلية، 11 جامعة ستحدد برامجها خلال الفترة الحالية. هذا بالإضافة إلى الجامعات الدولية، عندنا 6 أفرع في العاصمة الإدارية بتخصصات علمية معاصرة. بنتكلم على منظومة أيضا الجامعات الحكومية، 27 جامعة حكومية بالإضافة إلى 27 جامعة خاصة. إذا منظومة التعليم العالي في مصر منظومة متنوعة. خليني أكد لحضرتك برضو كل طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة والشهادات الفنية يركزوا جدا خلال الفترة القادمة في مسألة البرامج الحديثة اللي دخلت في الجامعات المصرية، سواء كانت جامعات حكومية أو جامعات أهلية أو جامعات دولية. برامج الحديثة النهاردة اللي هي بتتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي في مصر وسوق العمل الإقليمي والدولي، اللي هي بتركز على البرامج التقنية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي إلى غير ذلك من تخصصات الدولة محتاجها، وأيضا سوق العمل على المستوى الإقليمي والدولي محتاجها. فبنصح كل الطلاب إن هم يتعرفوا على قائمة مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في مصر، سواء بنتكلم على المسار الجامعات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة أو الجامعات الدولية أو الجامعات التكنولوجية، والتركيز على هذه التخصصات المهمة اللي أضيفت لمؤسسات التعليم العالي في مصر خلال الفترة القادمة. جميل. بالنسبة أيضا للتنسيق، كما هو متبع هيكون تنسيق إلكتروني زي ما حضرتك أشرت. النهاردة اختبارات القدرات بدأ التأديب الرسمي لها النهاردة من خلال الموقع الإلكتروني. بس مش كل الكليات محتاجة كل يعني قدرات. بالتأكيد هي بعض التخصصات. زي إيه مثلا؟ زي كليات الإعلام، زي كليات، زي جامعات تكنولوجية، زي التمريض، زي الفنون الجميلة والتطبيقية، زي كلية التربية الموسيقية، تخصصات بعد التربية النفسية، كلية التربية الرياضية. هذه التخصصات الطالب بيدخل على موقع إلكتروني للتنسيق وبرقم الجلوس والرقم القومي، والموقع التنسيق بيحدد له موعد والمكان اللي بيروح يتم فيه الامتحان وبيتم اختبار القدرات. عايز أكد أن هذه الكليات لابد أن الطالب يجتاز فيها اختبارات القدرات، ثم تأتي المنافسة بين الطلاب الناجحين في اختبارات القدرات وفقا للمجموع. جميل. والله يا دكتور حضرتك فكرتني، يعني حضرتك كنت أستاذي في كلية الإعلام جامعة القاهرة، ما عشان تتذكر ولا لأ؟ أتذكر حضرتك. يعني كنت تلميذ لحضرتك، ف يعني كنا دخلنا دفعة 2007 باختبار قدرات وبعد كده تم إلغائها لو حضرتك تتذكر، وبعدين بتعود هي مرة أخرى. فيعني بس حضرتك فكرتني بأيام لطيفة يعني، فبشكرك. حضرتك تعلم أن مهنة الإعلام من المهن اللي فيها اختبارات القدرات مهمة جدا. مهنة بتحتاج إلى مهارات الاتصال بشكل فعال، تحتاج إلى المعلومات العامة، ودي من أفضل فعلا في تقييماتنا في كلية الإعلام من أفضل الدفعات اللي تم فيها اختبارات القدرات، على أساس أن أنت بتفرز من بين كل المتقدمين من هو أكثر قدرة على الالتحاق بهذا التخصص، ثم الإبداع فيه بعد التخرج وإثبات الذات فيه. على نفس القرار بالنسبة لتخصص الإعلام في تخصصات أخرى أيضا بتشترط هذا الشرط. لكن أنا هي نصيحتي لكل طلابنا في الثانوية العامة والشهادات المعادلة، يبذلوا مجهود ويدخلوا على النهاردة وزارة التعليم العالي من خلال الصفحة الرسمية للوزارة وموقعها الإلكتروني، بتقدم
توفر قائمة مؤسسات التعليم المعتمدة في مصر على مستوى كافة أنواع الجامعات، وبالتالي الطالب علينا هو يتعرف على أسماء هذه الجامعات، ثم يدخل على موقعها الإلكترونية للتعرف على التخصصات المتاحة. النهاردة الجيل الحالي هو جيل رقمي، وسهل عليه الوصول لهذه المعلومات، والمعلومات متاحة عشان يقدر يختار المجال اللي حابب يشتغل فيه بعد كده. جميل. وأنا عايز استفيد برضو بوجوحك معانا، وبما أن حضرتك ذكرت لنا التنوع الكبير اللي سواء من الجامعات الأهلية المرة دي، الجامعات التكنولوجية والجامعات الحكومية، يعني أعتقد بقى والطالب النهاردة بيبص أو يعني بيخطط لمستقبله وبيخش على عملية التنسيق، ما أقدرش بقى نقول بقى خلاص عاد بقى في كليات قمة وكليات مش قمة، يعني أصبح عندنا في فرايتي وتنوع كبير إن كل واحد يشوف هو حابب إيه وعايز يعمل إيه وعايز يروح فين، صح يا دكتور ولا إيه رأي حضرتك؟ بالضبط. وخليني أقول لحضرتك، يعني أنا بأكد على نفس الفكرة حضرتك بتقولها، ما فيش حاجة تخصص في العالم اسمه تخصص قمة وتخصص لا ينتمي للقمة. هو التخصص الحقيقي اللي الطالب حابب يشتغل فيه واللي الطالب بيبدع فيه فيما بعد وحابب يشتغل في هذا المجال. النهارده المؤسسات الدولة جميعها تتجه إلى الرقمنة، إذا أصبح تخصص الحاسبات والذكاء الاصطناعي من التخصصات المهمة جدا، سواء مطلوبة أيضا في السوق المصري أو السوق الإقليمي والدولي. الجامعات الأهلية فيها التخصص ده في كذا أكثر من جامعة هي دلوقتي. متاحة في كل البرامج، ونشرنا هذه البرامج المتاحة في الجامعات الأهلية، ومتاحة أيضا في الجامعات الحكومية، وأيضا عدد كبير من القطاع الجامعات الخاصة بتتيح هذا التخصص، وأفرع الجامعات الدولية اللي موجودة في العاصمة بتقدم هذا التخصص. صح. تخصص مهم. نتكلم على تخصصات عديدة أخرى محتاجة سوق العمل، نتكلم على التمريض، بنتكلم على الديجيتال ميديا، بنتكلم على المسائل الخاصة بكل التخصصات المرتبطة أمن الإلكتروني. كل هذه التخصصات العالم بيتغير من حوالينا، وبالتالي البرامج الدراسية الحديثة اللي هي بشراكات مع العديد من الجامعات الأجنبية الحقيقة بتتيح هذه المزايا. وعشان كده بأكد لحضرتك أن المفروض أن الطلبة تبذل مجهود وتتعرف على البرامج المتاحة للتنسيق، سواء نتكلم على الجامعات الحكومية أو الأهلية أو الدولية. الكل متاح. المهم يبذل الطالب بعد الجهد للتعرف على الفرص المتاحة حتى يختار الاختيار السليم. جميل جدا. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شكرا جزيلا وكل سنة حضرتك طيب، نورتنا في 90 دقيقة، والدكتور أهو بيوضح لنا أكتر من مسار حضراتكم ممكن تأخذوه. المهم ان انت حضرتك تبص بصة كويسة وتشوف البرامج اللي بتتيحها الجامعات. النهاردة عندنا جامعات جديدة، جامعات مختلفة، جامعات فيها امكانيات ضخمة زي جامعات الاهلية. كنا عرضنا لكم مؤخرا كمان فقرة من جامعة الجلالة، يعني في افاق جديدة ممكن نفكر فيها بشكل غير تقليدي وغير ما كنا بنفكر في الماضي. لم يعد هناك ما يسمى بكليات القمة او كليات القاع. المهم تشوف شغفك اللي تقدر من خلاله تحقق حلمك واللي انت حابب انك تدرسه. فرصة كمان بقى لطلبة الثانوية العامة، كليات العسكرية. النهاردة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية، سواء كانت حربية بحرية جوية أو دفاع جوي. وأيضا الكليات العسكرية زي الكلية الفنية العسكرية، كلية الطب القوات المسلحة، الكلية العسكرية التكنولوجية. طبعا من حملة سواء كنت ثانوية عامة أو ثانوية أزهرية، أو طبعا الشهادات المعادلة، أو حملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها كمان من شهادات. وطبعا خريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا دفعة أكتوبر 2022. تفاصيل أكتر هشوفها مع حضراتكم في هذا المؤتمر الصحفي اللي عقده سيادة اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية. خلونا نتابع مع حضراتكم.
محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتي تضم الكليات الحربية والبحرية والجوية والدفاع الجوي والكليات العسكرية والتي تضم الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة والكلية العسكرية التكنولوجية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريج الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا دفعة أكتوبر 2022. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية والذي أشار فيه إلى الشروط العامة والخاصة للقبول، كما أشار خلاله على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير والتحديث بمنظومة التأهيل العلمي العسكري بما يتوافق مع نظم التعليم المتقدمة لتضاهي الكليات العسكرية المصرية تمثيلاتها بمختلف دول العالم المتقدم. وللتعرف على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة الصفحة الرسمية لموقع تنسيق القبول على الإنترنت للأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية www.tansiq.mod.gov.eg. ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع www.mod.gov.eg. أنا بحرككم مرة تانية في 90 دقيقة. طبعا فصل الصيف وناس كتير مسافرة وعايزة تنبسط، ووزارة الصحة بتقول لكم برضو مجموعة من الخدمات اللي ممكن تستعينوا بيها، خاصة ان احنا برضو في موجة كورونا ماشية دلوقتي، وبرضو طبعا بيبقى في حفلات وفي تجمعات وفي تجمعات عائلية وزيارات مختلفة، فبرضو ناخد بالنا بشكل او باخر ونفهم أكتر من دكتور حسام عبد الغفار. هو قال إنه هيبقى في مجموعة كمان من الخدمات المتوفرة للمصطفين وكل طبعا اللي بيسافروا سواء في الساحل أو غيرها من الأماكن الشاطئية. خلونا نرحب بحضراتكم بالدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان. أهلا بحضرتك يا فندم منورنا. الخير سفان، تحياتي لحضرتك يا فندم ومشكورين حضرتك. أهلا بحضرتك. يعني أنا لسه خارج من دور كورونا أهو برضو كان نتيجة العيد، وطبعا عايزين نقول للمصطفين والناس اللي بتروح الساحل وغيره يعملوا ايه لو لا قدر الله حد اصيب او لو حد عايز ياخد باله او كده، فلو حضرتك برضو تنورنا نعمل ايه. يعني الحقيقه بوضوح ما تؤكد عليه دائما وزاره الصحه المصريه هو اهميه رفع المناعه للتعامل مع المعدلات الزياده الوبائي لفيروس كورونا، ورفع المناعه ثبت أنه وسيلته المثلى هو التطعيم. التطعيم ثم التطعيم ثم التطعيم. لهذا الحقيقة قامت وزارة الصحة بتوفير العديد من أماكن تلقي اللقاح في المدن الساحلية وعلى رأسها الساحل الشمالي اللي هي الأماكن اللي بيتم فيها أكبر عدد من الحقيقة من الارتياد المصريين، سواء في مرسى مطروح، في اسكندرية، في الحمام، في العالمين، في الضبعة، في أطروح، في برج العرب، يوجد أكشاك لتلقي اللقاح. فإحنا قلنا قبل كده أنه لا يتم يفترض التسجيل المسبق، وإنما مجرد ما بيروح بياخد اللقاح وبيسجل له جميع أنواع اللقاحات المتوفرة، بالإضافة طبعا أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية أو بالتحديد. كمان في قوافل طبية متنقلة، وزودتوا كمان عدد سيارات الإسعاف أعتقد في التجمعات المصطفين وكده. يعني احنا بنتكلم على كل الطرق الساحلية وكل الطرق المؤدية إلى المصايف فيها زيادة في أعداد سيارات الإسعاف وأماكن التمركز وتقليل المسافة البينية ما بين مكان تمركز التمركز إلى ما يخرج من 5 كيلو تقريبا. ده بالإضافة إلى أنه بجانب كل الأكشاك هناك عيادات
متنقلة للتعامل مع أي إصابات طارئة لا قدر الله. ويمكن إحنا كمان في تطوير لمستشفى مارينا بالإضافة إلى المستشفيات التي تعمل مستشفى العالمين، مستشفى الحمام، مستشفى الطبعة. لكن هناك والمستشفيات دي فيها بروتوكولات كورونا صح؟ الأدوية متوفرة الحقيقة، كل الأدوية واللقاحات متوفرة في هذه المستشفيات. جميل جدا، احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار متحدث رئيس وزارة الصحة والسكان، شكرا جزيلا. هنروح لحضراتكم اللي بقى وزارة الداخلية. كنا تابعنا كده على السوشيال ميديا فيديو مزعج لاثنين من الشباب بيتظاهروا بالموتوسيكلات وبيسابقوا بعض وبيعملوا حركات خطيرة. طبعا الحركات دي ممكن مش بس تأذيهم لكن تأذي اللي حواليهم، واحنا لا قدر الله مش عايزين طبعا. يعني قبل شوف الصورة مع حضراتكم، كانت تناولتها طبعا مجموعة من المواقع، والمشهد ده احيانا بيشوف الواحد متكرر يعني وعلى طريق سريع. طب انت لو وقعت ما هتداس بالعربية اللي وراك، او ممكن تخلي اللي وراك يخربس في اللي قدامك. يعني الموضوع مش مستاهل الحركات دي والرعونة دي. وزارة الداخلية الحقيقة اتحركت وكشفت عن ملابسات الواقعة، وتم تحديد الدرجتين الناريتين وقائديهما وتبين ارتكابهم للواقعة، وده بدائرة اسم شرطة باب شرق باسكندرية. وهم اعترفوا كمان بأنهم سيئين، أولا ما همش كمان رخصة قيادة، والدراجات بدون لوحات معدنية فهي يعني مخالفات بالجملة. لا أنت معاك رخصة ولا الموتوسيكل مترخص، وكمان بتخطر بنفسك وبحياة الآخرين. فيعني ليه الحمد لله وزارة الداخلية تحركت، مشكور. أعتقد ممكن يكون ده درس ليهم ولغيرهم كمان. طيب نروح كمان بقى مع حضراتكم عن تقرير مجمع. التقرير ده بيستعرض جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، وطبعا بما فيها إدارات التموين والمرور والأثار والكهرباء، وكمان الملكية الفكرية، مكافحة جرائم الأموال العامة، الضرائب. وهنشوف مع حضراتكم هذا التقرير، ومنه بقى نروح لتذكر الختام. وأنا أشكركم شكرا جزيلا، إن شاء الله بقى نشوفكم بقية الأسبوع على ألف خير وصحة وسلامة، وتحياتي. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 31 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 8721 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 33 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 571,945 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 9264 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت قرابة 865.5 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة. كما تم ضبط 8 قضايا في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبوطات بلغت قرابة 38.5 طن أقماح، وكذلك ضبط 4050 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت قرابة 16 طن. كما تم ضبط 5 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 3.5 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2569 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية، وتم ضبط أكثر من 169.5 طن. كما تم ضبط 119 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 121.5 طن سلع مدعمة متنوعة.
كما تم ضبط قضية في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 20 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 572,293 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 221,601 تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق، تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 2542 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 106 سائق منهم. كما تم المرور على 51 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 155 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبيتهم جميعا. كما تم فحص 155 مركبة وتبين مخالفة 9 منهم. كما تم رفع 364 سيارة و40 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 11,793 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 1177 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1356 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 2186 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 3282 مخالفة ملصقات وضبط 35 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 282 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 55,319 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 29,933,530 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 231 قضية، من بينها 130 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و101 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 31 قضية بقيمة مالية بلغت 73,458,474 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 943 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 1,389,000,000 جنيها، قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 5,877,491 جنيها.